ماما يا سمر، العبي مع نورة، لعبيها معك بغرفتك. ما لعب انتك يا محمود؟ ها؟ ليش ما بدها تلعب؟ لا تكون مريضة. لا لا مريضة ولا اشي، بس هي هيك دايما خجولة. خيلها يكون مع هذا اللي بقوله عنه شو اسمه؟ التوحد. توحد؟ شو هو التوحد؟ يعني بيكون الطفل بتقدري تقولي منعزل، ما بحكي، ما بحب يلعب، يعني هيك زي بنتك. على مهلك على مهلك يا أم سليم. لا تخافي يا أم محمود، مش كل طفل هادي وما بيحب اللعب معناته عنده توحد. معناته ممكن ما يكون عندها إشي، مظبوط؟ مش إحنا اللي بنقرر، الشغلة بدها دكتور مختص يفحصها، وبده وقت للمراقبة كمان، ما بيتحدد الموضوع هيك بنظرة واحدة. يعني طمنيني، ما طلع مع سمر توحد؟ لا يا زينة، طلعت بس خجولة شوي، والدكتور حكى لم محمود زي ما حكيت لها أنا، الموضوع ما بتشخص من الأهل وبده وقت وفحوصات كثيرة. أم سليم، مش أنا اللي هيك حكيت برضو؟ وحتى لو طلع في توحد، في مؤسسات متخصصة للمساعدة. المشروع هذا بلش من سنة 2011، كانت السنة الأولى تدريب وتحضير الطاقم للعمل مع هؤلاء الأولاد، والدورات كانت خارجية وداخلية. من خلال الدورات تعلمنا طرق علاجية متخصصة مع أولاد التوحد، من ضمنها برنامج نظام الصور العالمي. وكما ترى في الصف، بما أنه أطفال التوحد عندهم مشكلة في التواصل، الكلامي أو التواصل اللفظي أو غير اللفظي، وعندهم مشكلة في التواصل الاجتماعي، فالصور تساعد الأطفال على التواصل مع المحيط عن طريق الصور. شاطرة. نغني للعصفور. بيت ضيغت حلا قالت أنا. شوفوا عنا عصفور. الجدول يتكون من حديث الصباح. حديث الصباح يحتوي على حضور وغياب الأطفال، تعليم الأطفال مصطلح صباح الخير كمصطلح تفاعل اجتماعي، ويحتوي على أغاني أطفال للتحفيز التواصل بين المعلمة والأطفال. فمثلا تبدأ المعلمة: مين جاي على الصف اليوم؟ يلا حلا جاي على الصف اليوم. حلا بتقيم صورتها من البيت وبتحطها في المدرسة. مين جاي على المدرسة اليوم؟ قولي أنا حلا. حلا
جاي على قولي انا انا يا تعي بالصوره يلا يا انا صوره صوره هلا هلا لا حطي على المدرسه لا انا شاطر شاطره هلا مين كمان فقرة تانية اللي هي الفقرة الحسية وهي بنعتبرها ضرورية جدا في البرنامج لانه كما تعرفوا اطفال المصابين بالتوحد عندهم مشاكل حسية كثيرة ومن ضمنها الحس الملمسي عشان هيك هاي الفقرة ضرورية بنعطيهم ادهان اصابع رغوة حلاقة كل ولد قدامه والمعلمة بتشاركوا هذا النشاط منه خلق حالات للتواصل مع الطفل ومنه منخفف المشكلة الحسية الموجودة عند الطفل. هلو امسكي يا ناس شاطر يلا نرسم دائرة يلا نرسم دائرة الفقرة الثالثة هي فقرة الفطور وفقرة الفطور ضرورية جدا وفقرة تعليمية للأطفال زي ما حكينا هدول الأطفال عندهم قصور في نواحي كثيرة منها انهم بيعرفوش شو لا أسماء الأكل ولا بيعرفوا شو يختاروا ياكلوا ولا بيعرفوا يعملوا سندويش لحالهم ولا بيعرفوا يمسكوا السندويش في ايدهم فهي الفقرة عملناها على اساس نحفز الولد يختار المعلمة بتقول اليوم هلا في عندنا فقره الفطور بتحط الاشياء اللي بحبوها الاولاد مثلا لبنه مرتديل حمص وبتخلي كل ولد يختار شو هو بحب مسك يلا يا خلصنا يا حلا الفطور خلصنا من خلال الفطور بيتعلم بعد ما يخلصوا فطور هلا خلصنا الفطور يلا بدنا نقوم نغسل حتى التغسيل عملية التغسيل هي عملية تعليمية لأنه كمان هدول الأولاد لما بتفتح ما بيعرفوا يفتحوا الحنفية ولا بيعرفوا يفركوا إيديهم اللعب في الساحة كمان فقرة تعليمية هدول الأولاد أول ما إجوا عادة عندهم مشكلة تخطيط الحركة يعني ما كان الولد يقدر يطلع سحسيلة يسحسل يتمرجح يتسلق على المتسلقات فشوي شوي المعلمة والأستاذ يدربوهم إيدهم على إيدهم حتى أتقنوا إنه يطلعوا على السحسيلة وينزلوا يتمرجحوا ومش بس تعليمية كمان ترفيهية يعني الولد مضغوط ببرنامج منظم ومكثف فبحاجة شوي يطلع يشم هواء العلاجات الفردية لأخصائي النطق واللغة وأخصائية العلاج الوظيفي خير محمد صباح الخير محمد مبسوط شاجة بتقول كاك 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 بتعطينا بيضة أيوه بيضة في كمان فقرة للتحفيز الحسي وهي غرفة مميزة مش موجود منها في كل الضفة الغربية بسموها غرفة التحفيز الحسي هي عبارة عن أضواء وموسيقى وفي كمان أصوات فالغرفة هاي لاحظنا إنها بتساعد الأولاد كتير كتير على التركيز وعلى التعلم فلما بلشنا إنه نعلمهم الصور وكيف يستعملوها بلشنا من الغرفة الحسية وهذا البرنامج كل يوم بنعاد بنفس الترتيب وبنفس الوتيرة عشان هدول الأولاد
بحبوش في التغيير في الروتين. حلو يا عيني حلا، وينها حلا وينها؟ المشروع مبني كما ذكرنا في السابق على 3 سنوات. السنة الثالثة هو تدريب الطواقم الموجودة في الضفة الغربية على طريقة العمل مع أطفال التوحد كما في الأميرة بسمة، اتباع نموذج الأميرة بسمة في العمل مع أطفال التوحد. فالسنة الثالثة منروح على مراكز مختلفة في طول كرم وجنين ونابلس والخليل وريحة وبيت لحم لنقل الخبرات اللي تعلمناها لأطفال التوحد في فلسطين. إنه هدول الأطفال زي أي زي غيرهم من الأطفال، عاديين حلوين زي ما انتم شايفين، حلوين كتير مميزين، في عندهم ناس قدراتهم عالية جدا، منهم أينشتاين كان عنده توحد، وبتمنى إنه كل الناس تقدر تفهمه وتساعده.